طبعا انا اليوم متواجد عشان اخذ جرعه المنشطه واخترت فايزر. انا ما اخذ جرعتين سينافور من قبل. والله الجهود مشكورين عليها، ما قصروا، يعني فتحوا لنا مراكز كثيره، رفعوا الطاقه الاستيعابيه حق التطعيم. اليوم والله الصراحه انا موجود حق تطعيم البوستر دوز، يعني صار لي 6 أشهر على اخذي للتطعيم الجرعه الاولى والثانيه، واليوم مع التوصيات الطبيه جيت لاخذ الجرعه التعزيزيه. انا هني جاي اخذ الجرعه الثالثه علشان اولا انحد من الانتشار على اساس المجتمع يرجع بشكل طبيعي نفس ما كان، وبس يعني هذا كواجبي كمواطن. يعني للامانه كان عمليه الدخول والخروج واخذ اللقاح كانت سلسه جدا، من تعامل الممرضين، من المارشلز الموجودين في المكان، من اطباء.